السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا الأبطال وأسراتنا المجيدات في برنامجكم أناديكم. الأم الفلسطينية من أجمل الأمهات، تضحياتها بلا قيود وعطاؤها بلا حدود، تعمل، تكدح، تجتهد، تسهر، تقاوم رغم الجحود. كل التحية لأمهات فلسطين، أخص بالذكر أمهات الأسرى وأمهات الشهداء. وكأن اليوم لسان حال أسرانا يقول: رعاك الله يا أمي وأسكن قلبك الأمن، كنت لي عونا على الأيام لي صونا، فأنت ثلوج نيراني تطفئ الهم والحزن. كل عام وأنتن بخير أمهات الأسرى، أمهات فلسطين وكل أمهات العالم. في يوم الأم من الجميل أن نعيش هذه الفرحة وهذه المناسبة مع الأمهات اللواتي ينتظرن أبناءهن على أحر من الجمر. فأكرر كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأبناءكم هم الأحرار إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى أولى فقرات البرنامج، إلى موجز أخبار الأسرى، ابقوا معنا. قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا بينهم فتاة من محافظات الضفة الغربية. تسعة وخمسون مواطنا من ذوي أسرى قطاع غزة توجهوا اليوم لزيارة 35 معتقلا بسجن نفحة. ستون أسيرة يقبعن في سجني هاشارون والدامون، بينهن 19 أسيرة من الأمهات يحرمن من العيش مع أبنائهن. الأسير رأفت شلش من محافظة الخليل يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن روايات جديدة لأسرى وقاصرين تعرضوا للضرب والتنكيل في معتقل عوفر. الأسيران الشقيقان فهمي وصلاح أسعد أبو صلاح ومعتقلان منذ عام 2008، والأسير غسان سعيد أبو صلاح المحكوم بالسجن 17 عاما أمضوا 9 أعوام ويدخلون عاما جديدا داخل السجون. بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. كم نقول بحق الأم، ولكن لن ننفي قدرها في عطائها، في صبرها وصمودها أيضا في تحمل أعباء الأسرة، بجانب مسيرة النضال الوطني، أيضا مسيرة النضال الاجتماعي والتربية. هذه هي الأم، الأم الفلسطينية أخص بالذكر، لأنها تحملت وما زالت تتحمل. أم الأسير، عندما توجهنا اليوم لأمهات الأسرى في الصليب الأحمر لننقل لهم هذه التهاني وأيضا نأخذ منهم رسائل الحرية لأبنائهم داخل السجون، وجدنا أن يوم الأم وأن هذا العيد بمثابة، لا يوجد أي عيد إلا بعيد خروج أبنائهم من السجون. إلى هذه الفقرة ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد يرنو إلي يا شهر وينطوي ربي. أمي وأنت زهر في عطره أضيء. ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد. أيها
عيوننا إليك ساحة بيضاء ونجوم ليل تساند أسوارها. أمي يا ضحكة حين تناغي الصباح، أمي يا فجر قاموس البداية والنهاية. الأم الفلسطينية من أجمل الأمهات. مشاهدينا الكرام، نبرق التحية اليوم لأمهات الأسرى في الصليب الأحمر لنقول لهن كل عام وأنتن بخير. وكأن لسان حال أسرانا وأسيراتنا يقول اليوم للأمهات أيضا، سأأتي لك يا أمي لأحضنك وأقول لك كل عام وأنت بخير. نبرق لك التحية، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. إن شاء الله هذا اليوم يعني هو مميز، بس أنا والله في غصة في قلبي لأنه اليوم عيد ابني الشهيد، عيد ميلاده. أكيد يعني في هذا اليوم تتذكري لابنك نفسك. اليوم وعيد ميلاده في نفس اليوم. عيد ميلاده لابنك. كيف يعني مثلا هالمناسبتين تمر عليك بهذا اليوم؟ والله أنا هي صعبة، لأنه صحيح أنا كنت يعني بتمنى انه ربنا هيك نحس احنا كامهات فلسطينيات يعني نفرح في هذا اليوم، لانه هذا اليوم بيجي هو مع الامه وفراقه واهات العذاب اللي احنا اللي بنتالم فيها. اكيد هذا اليوم كل الالم، بس اليوم اعتبرينا مثل ابنائك، بنقدم لك هاي الورده بمناسبه يوم الام. كل عام وانت بخير. تفضلي، كل عام وانت بخير. شكرا لكم. لا ايضا ناخذ كمان رساله في يوم الام لام الاسير. كل عام وانت بخير. انت الف خير ان شاء الله، الصحه والسلامه، الله يرضى عليك وعن عليك، الله معك. كيف بمر عليك يا خالتي في هذا اليوم؟ والله ايش بمر علي، حزن. لنا 10 سنين احنا محزنين، ما شفناش اولادنا، ما عيدوش عيد ام علينا زي الناس. ايش بمر علي؟ ايش بتتمني في هذا اليوم يوم الام؟ ما مامي يجيبني بحضني، ابني جيبني، بتمنى في هذا اليوم بدي ابني يجي يروح لي اشوفه واحضنه واقول له يما كل عام وانت بخير، يقول لي واقول له وسلم علي، لان 10 سنين ما تهنناش عليهم ولا شفناهم ولا قالوا لنا حاجه. ربنا يصبرك يا خالتي، وان شاء الله مثل هذا اليوم السنه جاي يكون عندك. نقدم لك هاي الورده واقل واجب، كل عام وانت بخير. انت بالف خير. ناخذ كمان رسالة من أمهات الأسرة أيضا. كل عام وأنت بخير. أنت بالصحة والسلامة. أنا كيف أمورك يا خالتي؟ طمنينا عنك. الحمد لله، والله أنا اللي هاني بدي أصير لي سنة ما زرتش ابني ولا شفته، اليوم كان للزيارة ومنعوني. في هذا اليوم يوم الأم، يوم الأم الفلسطينية أيضا أم العربية، شو بتقدمي رسالة في هذا اليوم؟ أحلى عيد اليوم إني أكون عندي وبكون محرر وأشوفه وأحضنه وأشوفه. كان اليوم لو يكون احلى عيد عندي لو رحت شفته، بس حسبنا الله ونعم الوكيل حرموني شفته. اتمنى ان شاء الله في اليوم الجاي يكون موجود عندك. احنا بنقدم لك هاي الورده بمناسبه يوم الام، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. بالف خير، تلفزيون فلسطيني بخير، والله يديمكم عنا يا رب. انت بالف خير، اقل واجب هذا. ايضا من رسائل امهات الاسره، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا بنتي. ايش بتقدمي رساله في يوم الام؟ بقدم انه ربنا ان شاء الله يفرج الكرب على الجميع ويفك اسرانا الله واسيراتنا ويرحم شهدائنا ويرفع رايه الاسلام على مآذن القدس وعلى مآذن القدس، وان شاء الله الفرج ياتي لجميع الاسرى. ان شاء الله خالتي، احنا في هذا اليوم اعتبرينا مثل ابنائك ونقدم لك هاي الورده. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. ان شاء الله يا خالتي، كل عام وانت بخير. العفو. ايضا من الامهات الاسرى، كل عام وانت بالصحة والسلامة. كيف بتشعر بهذا اليوم يوم الأم؟ والله بشعر فقدان عمر، لأن عمر كان أنا كل حال يعني في تواصل في أني أشوفه وأن أزوره، لكن إلي 8 شهور ما بعرف حاجة عنه ولا أخبار ولا أي تواصل ولا أي حاجة، ما بعرف حاجة، نفسي أسمع صوته، نفسي أشوفه، نفسي مش عارف كيف أعبر لك يعني. مش بنقدر مشاعرك في هذا اليوم. استقالوا الله اعلم يعني، نقلوا لي على سجن جلبوه بعيد عن الناس وبعيد عن الكل والقليل، ما بعرف حاجه عنه، لان عمر يعني كل عيد ام بتصل على اخواته بيعمل لي مفاجاه وبيبعث لي خاتم ذهب الله يرضى عليه، لكن هالقد ما هو قادر يعمل حاجه لانه ما في اي تواصل بيننا وبينه ولا في زيارات ولا في اي حاجه. ربنا يفرجها عنه ويفك اسرهم كلهم ان شاء الله واطمن عنه واعرف بس ايش اخباره واخبار صحته ان شاء الله. ان شاء الله بتسمعي اخبار منيحه عنه خالتي. ربنا يقويكي ويصبرك، واعتبري هاي الورده انه عن ابنك يعني، وكأقل واجب نقدمه لنا. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شكرا لك. ايضا رسائل من امهات ام اسير محرر، اكيد جاي اليوم تتضامني
وتقدري هالمشاعر ما بين امهات الاسرى، شو بتقدمي رساله في يوم الام؟ بقدم بحي الاسرى وبشد على ايديهم وبقول لهم خلوا معنوياتكم عاليه وان غدا لنا ظهير قريب ويا جبل ما يهزك ريح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو بتقولي للامهات الاسرى في يوم الام وايضا امهات الشهداء كل امهات فلسطين؟ صبروا صبروا انتم اميات ابطال، انتم النور، انتم الصبرات المحتسبات عند الله، وخلي معنوياتكم عالي ودائما لما تمنعوا من الزياره مش تحزنوا، انتوا اقوى وصمود بزيدكم عزم وصمود وقوه عزم لانهم هم انزال وانتوا اصحاب قضيه صادقه. الله عليك يا خالتي، ربنا يقويك ويصبرك ويرفع من معنوياتك، كل عام وانت بخير، هاي الورده اقل واجب لك، تفضلي كل عام وانت بخير وانت بخير. ايضا من امهات الاسرى في اليوم يوم الام دائما بنقول كل عام وانتم بخير وبتتمني يكون ابنك بجانبك، شو حابه تقولي كام اسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا ام الاسير سليمان فتحي شلوف. كيف حالك يما؟ كيف انت؟ ان شاء الله بخير وبصحه جيده. انا بحكي لكم يما كل سنه وانتم سالمين، عيد الام انتم يما، هو الاسير هو عيد الام. الام مشتاقه لابنها، مش مشتاقه لورده، مشتاقه بس تضلها قاعده، انا مشتاقه لشوفه ابني يكون قدامي وهو بكون عمري كله، هو بكون ورده الدار، هو بكون عيد الام بحاله يما. يعني صدقتي خالتي، عمره ما بيعوض عن الابن اي حاجه، لكن هاي تعتبر انه قيمه بسيطه لإلك واقل واجب نقدمه لك. كل عام وانت بخير. صحيح يما، كل عام وانت بخير وانت بالف خير. شكرا لك. ايضا من امهات الاسرى، كل عام وانت بخير. انت بالصحه والسلامه. كيف بتشعر بيوم الام كام اسير؟ والله احنا عيد الام مش مبسوطين فيه عشان اولادنا بعاد عنا وبدنا هم يكونوا في احضاننا وهم اللي يعيدوا علينا. ان شاء الله يا رب الفرج قريب لهم، ويوم هو يوم عيد الام يوم ابنائنا يتحرروا من سجون الاحتلال، يوم ما يكونوا عندنا، يوم ما نحتفل فيهم، هو اكبر عيد ام. اكيد بالطبع. كل عام وانت بخير، وهاي ورده من تلفزيون فلسطين اقل واجب نقدمه لك. كل عام وانت بخير. ايضا معنا من المتضامنات دوما في الصليب الاحمر الدكتوره مريم ابو دقه، يعني كاسيره محرره وكرئيس جمعيه الدراسات النسويه تتواجد اليوم لتتضمن مع امهات الاسرى، شو بتقولي دكتوره مريم في يوم الام؟ بدي اقول امنا الكبيره فلسطين وهي اللي بتجمعنا، ومن شانها كلنا في السجون وخارج السجون. اليوم بقول لك كل النساء الفلسطينيات في سجون الاحتلال كل عام وانتم أحرار، ولكل الأسرى إمياتكم في الخارج معكم، وبقول لكم كل عام وأنتم بحرية تتمتعون. نحن اليوم هذا بنقول كل الإميات متفقات وموحدات على الوحدة وعلى تحرير فلسطين حتى نكون مع بعض. بالطبع بشكرك على رسالة الوحدة الوطنية ودمتي معطاءة دكتورة مريم، هاي الوردة كلمسة جمال إليك، كل عام وأنت بخير. شكرا لك. ايضا معنا من الامهات، كل عام وانت بخير. وانت بخير بالصحه والسلامه، الله يبارك. كيف بتشعر في يوم الام؟ والله انه الام يعني غاليه، والام مش بس اليوم، كل يوم الام غاليه. واحنا بنقول لاسيراتنا داخل السجون لانهم فرقات امهاتهم واولادهم واطفالهم، ان شاء الله فرجكم قريب، وان شاء الله مثل كل عام، كل عام وانتم احرار خارج السجون في حضان اولادكم ان شاء الله، وان شاء الله الفرج قريب. وانا بقول لكم اشركوا يا اسرانا واسيراتنا، ان شاء الله الفرج قريب جدا جدا، ان شاء الله، ان شاء الله تبييض السجون ان شاء الله في القريب العاجل. ان شاء الله بالسنه الجاي يكون بجانبك، كل عام وانت بخير، وهي الورده مجرد اقل واجب لك، كل عام وانت بخير، وانت بالف خير. تسلم. ايضا من الامهات، ايضا من عوائل الاسرى، بتكوني ام اسير؟ صحيح. كل عام وانت بخير، كيف بتشعر في يوم الام؟ والله بعيد الام انا نفسي اضم ابني لصدري، يعني 11 سنه بزور ابني، ما عمري ما لمسكته ولا مسيته، نفسي اخده لحضني، نفسي اخده لصدري مثل ما اخواته، وان شاء الله بنتمنى من الله الفرج قريب لكل الاسرى والاسيرات، وان شاء الله رب العالمين هيك رب نطلعهم عن قريب يا رب. اكيد بتتمني في اليوم هذا يكون بجانبك، يقرب عليك باي هديه، يحضنك، كيف بتشعر بهاك؟ اكيد هو بعيد الام دائما الله يرضى عليه، كان يجيب لي هديه، كان يبوس على ايدي، كان ياخذني اخذه بحضني، اخذه على صدري، ونفسي اتمنى من الله اخذه مثل ما كنت اخذه زمان، اضمه لحضني، اخذه لصدري، الله يرضى عليه. كل ام فلسطينيه بتحلم بهذا الشعور. كل عام وانت بخير خالته، وهي اقل واجب، وقدمت تلفزيون فلسطين، كل عام وانت بخير.
وايضا معنا ام اسير. كيف حالك يا خالتي؟ يسلمك. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير، ربنا يطول في عمرك وامك بالصحه. شو بتقولي للامهات في يوم الام؟ ربنا يهدي بالنا عليهم وعلى جميع الاسره كلها. كيف حالك؟ كيف انت يما؟ ان شاء الله ربنا يهدي بالنا عليك وعلى جميع الاسره كلكم. ايش اخبارك يا نهر يما؟ ان شاء الله كويسه ورايقه يما، الحمد لله. ربنا يهدي بالنا عليك وعلى جميع الاسره يا عم. ان شاء الله. مبسوطه انه قدم لك هالورد، ايش شعورك؟ البركه كلها والله، انت البركه كلها. تسلم يا خالته، كل عام وانت بالف خير. ايضا معنا من امهات الاسره، كل عام وانت بخير. انت بالصحه والسلامه. كيفك يا طمنينا عنك، كيف احوالك؟ الحمد لله رب العالمين. على كيف الزيارات لابنك؟ والله انا زيارتين ممنوعه من الزياره، ما زرتش حتى الان، ممنوعه من الزياره. في هذا اليوم ايش بتطلبي كأم أسير وممنوعه من الزياره؟ والله بطلب من الله الفرج، يفرج كربهم كلهيتهم، ويشوفهم هيك ونحضنهم، نحضن بنضمهم لإلنا للصدر الحنون اللي رباهم ورباهم ولا تبعدين عنا. وكمان رضينا بالبعد، مش راضيين بالزياره ممنوعين. يعني اولاده اثنين يعني بحزنوا القلب لما يسمعوا الزياره. حقك خالته بهالزياره. كل عام وانت بالف خير، وهي ورده يعني اقل واجب نقدمها لك من تلفزيون فلسطين. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. لا تنسى اللي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لا تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تقديم التهاني ونقل الرسائل أيضا من الصليب الأحمر. كل عام وانت بخير كزوجة اليوم أسير محرر. طبعا كل عام وانت بخير. وانت بخير وكل أسرانا بخير وأسيراتنا بخير. اليوم انت كمتضامنة مع أمهات الأسرة ومع الأسيرات المحررات والأسيرات داخل السجون، شو بتقولي لهم؟ بقولهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله أسرانا بخير، وان شاء الله ربنا يفرجها عليهم، وان شاء الله العيد الجاي يكونوا كلهم موجودين وهنوا أمهاتهم بالناسبة هذا العيد، وان شاء الله يا رب الفرج لهم عن قريب ونوروا فلسطين عن قريب ان شاء الله. كل عام وانت بخير، وكأم فلسطينية منهنيك بهاليوم، وكل عام وانت بخير. هاي وردة أقل واجب لنا. وانتم بخير وشكرا لكم، وان شاء الله من المزيد لتلفزيون فلسطين والتقدم الاكثر. شكرا. شكرا لك. ايضا تقديم رسائل التهاني من ام الام ضياء الاغا عميد الاسرى القدامى. كل عام وانت بخير خالتهم ضياء. وانت بالصحه والسلامه. طبعا ام ضياء بهذا اليوم بمثل لك شيء كبير، شو حابه تقولي لنا في هذا اليوم؟ انا بالنسبه في يوم عيد الام ما بيجي علي عيد ام، اما بقول لكم انتم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله العام القادم يجي وان شاء الله اسرانا كلهم محررين. انا يوم ما يطلع ابن ضياء حيقبل جامع كل الاعياد، بس بالنسبه لايام الام يعني هاي امنيه كل ام فلسطينيه، وايضا كام اسير يعني بالسابق يعني كان اسيرين وخرج محمد، لكن اليوم ضياء داخل السجون، تتمني هذا اليوم يكون بجانبك ضياء، ممكن يكون في يوم الام رساله لكل العالم. أنا بوجه رسالة لأمهات العالم كلهم اللي متضامنوا يقفوا مع أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية، ومع أم الفلسطينية، أم الشهيد وأم الأسير اللي بتعاني ومحرومة من كل عيد، وهي بتعاني من محرومة من كل الأعياد، يعني ما بتحس بعيد. والله من يوم ما غاب ضياء ما إجا علي العيد، لا والله ما شفت العيد. خالته ما بدنا هاي الدموع، ربنا يقويكي ويصبرك، وان شاء الله السنه الجايه يكون بجانبك. اعتبري منا هاي الورده من ضياء، اعتبريها بنفع ولا ما بنفع؟ بنفع ان شاء الله، بنفع من ايدك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. الف الف. ايضا مشاهدينا الكرام رسائل من امهات الاسرى. ام رامي عنبر كل عام وانت بخير. وانت بخير وبالصحه والسلامه ان شاء الله. ايش بيمثل لك هذا اليوم؟ والله هذا بمثل لي يوم يعني كبير بالنسبة لنا لأمهات الأسرى ولأمهات الشهداء، وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والسلام إن شاء الله. ولا أم أنا بدي إياها اليوم أشوفها، يعني أنا صحيح حزينة وزعلانة إنه اليوم هذا كانت زيارتي وانمنعت من الزيارة، يعني كنت انا مبسوطه اني انا بدي اروح ازور ابني واشوفه في يوم عيد الام. يعني كنت تتمني انه امبارح يجي لك هالرساله انه اليوم عليك زياره، والتغت هاي الزياره، وكنت حابه انه في يوم الام تشاركي شعور مع ابنك، بما ان انحرمتي من هالحرمان، حرمان انه ابنك اسير، وحرمان ايضا انمنعتي من الزياره، شو بتقول؟ يعني لي 15 سنه
ما سمعتش منه كل عام وانت بخير. كنت اتمنى انه اليوم انا اروح ازوره واشوفه او يقول لي كل عام وانت بخير يما. لكن للاسف الشديد اني انحرمت من الزياره، مش عارفه انا ايش بشكل خطر على اسرائيل انها تمنعنا من الزياره في يوم زي هيك. نقدر نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، وربنا يقويك ويصبرك على الظالم. كل عام وانت بخير. هاي الورده اقل واجب من تلفزيون فلسطين بنقدمه لك. ان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه والسلامه وهدات البال، وعليك وعلينا وعلى جميع امهات الاسرى وامهات الشهداء وزوجات الاسرى وزوجات الشهداء. يا شكرا لك. في يوم الام بنقول لك كل عام وانت بخير، واكيد هاليوم تتمني انه ابنك يكون بجانبك. شو حابه تقولي؟ ان شاء الله هو قبل عيد الام الجاي يبقى في حضني يا رب، هو وكل الاسرى والاسيرات، وبهدي له سلام وبقول له بهمش يما شد حيلك دير بالك على حالك. بالنسبه للزيارات يما تزعلش، ان شاء الله انت بتيجي بتزورني، ولما الله يريد ان شاء الله بزورك وبشوفك وببر شوقي منك. كل عام وانت بالف خير، واعتبري هاي الورده انه نيابه عن ابنك، وان شاء الله في السنه الجايه يكون بجانبك. كل عام وانت بخير. الله كريم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، شكرا لك. ايضا معنا من الرسائل متضامنات او من عوائل الاسرى، كل عام وانت بخير. وانت بخير. هذه انت تعتبري من عوائل الاسرى ام متضامنه؟ لا متضامنه. متضامنه، شو حابه تقولي في يوم الام لامهات الاسرى؟ ربنا يصبرهم يا رب ويفرج الفرج القريب لاولادهم كلهم ان شاء الله. أكيد أنت بتشعري بمعاناتهم في هذا اليوم. أكيد، لأنهم كلهم أمهاتنا والأسرى هذول إخواتنا. طب وإحنا بنقول لك كل عام وأنت بخير، وبنشكرك على تضامنك مع أمهات الأسرى، وإن شاء الله في هذا اليوم كل الأمهات يكونوا بجانب أبنائهم. كل عام وأنت بخير. أيضا من المتضامنات، كل عام وأنت بخير طبعا. من المتضامنات، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. شو بيمثل هذا اليوم وإنك متضامنة بجانب؟ والله يوم عظيم إنه نحتفل مع أهالي الأسرى بمناسبة عيد الأم. بتمنى العام القادم إن شاء الله كل أم تكحل عينيها برجعة ابنها السالم إن شاء الله من الأسر. بتمنى هذا الأمنية اللي تتحقق إن شاء الله، إنه سواء أم ضياء ولا أم رامي، كل أمهات الأسرى اللي أبنائهم كل عام وأنت بخير على تضامنك ومشاركتك الفعالة معهم. كل عام وأنت بخير. أيضا من أمهات الأسرى، كل عام وانت بخير ان شاء الله. شو بيمثل لك هذا اليوم؟ هذا اليوم يوم عظيم يعني، هذا بالنسبه للاميات يعني، ان شاء الله بهنيهم بعيد يعني بيوم الام، وبحكي لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وان شاء الله العيد الجاي يا رب يكون، واحنا ربنا محرر جميع الاسرى واولادنا عندنا، وان شاء الله ربنا يحررهم كلهم يا رب ان شاء الله. خالتي واحنا كمان بنقدم لك ورده بمناسبه يوم الام، واعتبريها اقل واجب بالنيابه عن ابنك. كل عام وانت بالف خير، يعني هاي الورده من تلفزيون فلسطين حنقدم لك اياها. كل عام وانت بخير. وانت يعني مشكوره يا ربي، والعيد الجاي يكونوا متحررين كل الاسرى يا رب، وربنا يفرحنا بطلعتهم يا خالتي يا رب. كل عام وانت بخير خالته. بخير يا رب يا رب. ايضا معنا من المتضامنات، وهنا دوما يعني بشعرها وكتابتها يعني تبرق الروح المعنوية العالية لأمهات الأسرى، الشاعرة رحاب كنعان. كل عام وانت بخير. وانت بالصحة والسلامة، وكل عام وكل أمهاتنا في فلسطين بخير، وكل أمهات العالم في خير. كل عام وابنتي بخير. هذا اليوم برغم الفرحة فيه، ومن حق الأم أن يكون لها يوم مميز، إنما هو في غصة هذا اليوم بأن ابنتي في لبنان، لأني مش موجودة عندها، ما فيها توصلني ولا أوصلها، بتلف على الأمهات الكبار بتعايد عليهم كأن أمها، وانا لانه ام شهيده الله يرحمها، فبلف على الامهات الكبار، عندي ثلاث امهات هون بلف عليهم بعايد عليهم. هذا اليوم ببرك رساله الى امهات العالم، هذا اليوم اليوم المميز للام، عندما تجلس مع ابنائها وتسمع هذه الكلمه كل عام وانت بخير يا امي. نتمنى ان تتذكر الام الفلسطينيه ماذا ينقص لها وكيف هي مجروحه بهذا اليوم. يعني هو بالفعل يعني هذا الشعور وهذا الإحساس. كل عام وانت بخير شاعرتنا وأمنا لكل الفلسطينيين. كل عام وانت بخير. انت بخير، تسلم وشكرا، بارك الله فيكم، وكل عام وكل شعبنا بخير، وكل احترام لتلفزيون فلسطين الذي يقوم بهذه اللمسة، هذه لمسة وفاء بعتبرها إلى أمهات فلسطين. كل احترام لكم وبارك الله فيكم. فوق سطوح تراقبين وطنك، أو تحت الأنقاض تحضنين طفلك، طريق الجنة تحت قدميك، ومفتاح القدس بين يديك. هي الأم،
أمي ثم أمي ثم أمي، الأم الفلسطينية من جديد أبرق التحية لها وأمهات الأسرى وأمهات الشهداء وأمهات الجرحى أيضا. مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى ضيفتي الكريمة في الاستوديو الأسيرة المحررة دعاء الجيوسي، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير. طبعا أنت اليوم أم ولطفلين يعني أيضا في هذه الأيام، يعني جميل أن تكوني أم في هذه الأيام وتعيشي هاي المناسبة بين أهلك وأسرتك الجديدة، زوجك وطفلك، كيف هذا الشعور؟ أول شيء أكيد بحب أحكي لأمي في طول كرم في الضفة الغربية كل يوم وأنت بسالمة، وكنت بتمنى في هذا اليوم أكون عندك أضمك وأحكي لك هذا الشيء وجها لوجه يعني، بس يعني دايما الاحتلال عودنا أنه ينزع كل فرحة منا. بستغل هاي اللحظات وبحكي لها كل عام وانت بخير يا أمي، وإن شاء الله يا رب لقاءنا قريب. أكيد أنا هذا تاني عيد لإلي، أنا عندي طفلين، الطفل الأول عمره سنة وخمس شهور والطفل الثاني لسه أربع شهور. ما شاء الله، ربنا يخلي لك إياه. الله يخليك يا علي ومحمد، يعني أكيد شعور كتير حلو طالما تمنيت وتمنيت أني أكون أم، والحمد لله ربنا حقق لي هذا الحلم. أكيد بالطبع، يعني أجمل شعور تكوني أم بجانب طفلك. يعني في السابق كنت أسيرة داخل السجون، كانت تمر كل المناسبات السعيدة، عيد الأضحى المبارك، عيد الفطر، شهر رمضان، وفي يوم الأم، في هذه المناسبات السعيدة كنت تتمني أنك تكوني بجانب أهلك، يعني تعيشي هاي المناسبة، لكن كنت في هذا الوقت في الأسر، كيف مرت هاي المناسبات عليك؟ أول شيء إحنا الأسرة بالمجمل، الأسرة الفلسطينيين بميزهم دائماً إنهم الأمل دائما موجود، يعني إنه ما بيستسلموا للواقع اللي هم عايشينه، بل على العكس إنهم بيصنعوا من الواقع اللي هم عايشينه أمل وجسر بمدوه ليحلموا بالقادم. خلال فترتي بالسجن يعني مرت كتير مناسبات زي ما أنت حكيتي، مرت أعياد، أنا قضيت في داخل الأسر 10 سنين خلالها مرت كتير مناسبات وأعياد، بس الحمد لله يعني كنا بنقضيها كأسيرات مع بعضنا البعض، تكاتفنا بوحدتنا بنحتفل فيها، يعني بنحاول نصنع على نفسنا نفس الحياة اللي الناس بتعيشها في الخارج. لكن لو خصصنا في الحديث انه يوم الأم كيف كان يمر على الأسيرات الفلسطينيات، وخاصة انه في أسيرات أمهات داخل السجن؟ يعني هو كتير كان يكون صعب بالذات للأمهات زي ما انت تفضلتي، يعني الأم شيء مميز، يعني حتى احنا كأمهات صعب نوصف المشاعر بكلمات لأنه المشاعر ما بتنوصف. الأم الفلسطينية عانت وما زالت بتعاني، يعني في داخل الأسر أنا بتذكر أنه كمان أمهات أنجبوا في داخل الأسر، كانوا يفتقدوا أطفالهم، يفتقدوا في هذا اليوم كانوا يفتقدوا أنه طفلها يحكي لها كل عام وانت بخير، تضمه لصدرها، تحكي له يا أمي، أو تسمعه يناديها. كل هاي الأشياء كانت يعني إحنا نحاول نخفف على الأمهات الفلسطينيات، كمان إحنا كبنات يعني إلنا أمهاتنا، يعني كنتوا تستغلوا وقت الفراغ تشاركوا بأي شيء ممكن إنه ينسيكوا هاي الأيام. يعني صحيح، إحنا مثلا كنا نعمل تطريزات مطرزات مثلا، أنا معي داخل البيت يعني داخل الأسر هاي حاليا بحكي لك، أنا موجود عندي في داخل البيت كنت مطرزاها، يعني مكتوب الجنة تحت أقدام الأمهات، تطريز شغل يدوي. فأنا اليوم بروزتها وعملتها كبرواز وحطيتها في داخل غرفة أولادي. يعني ممكن تفتقري أنه أنا كنت شغالة في هذا الوقت، صح أنه الأسر بظلمته بالوحدة وبال يعني المحيط اللي حواليك كله أسى وألم وجرح، لكن قدرتي أنك تستغلي هذا الجرح. أنا كان عندي إحساس اليقين والأمل بربنا أكيد، يعني بس أنا كان عندي إحساس اليقين أني أنا مش رح أضل في الأسر. صحيح هم حكموني 3 مؤبدات و32 سنة، يعني هذا الحكم لما أنت طلقتي كيف يعني شعرتي أنه حكم كبير طبعا وأنك صبية وبدك تدخلي أسر؟ أول شيء أنا بعرف أنه هاي أحكامهم مجرد إشي هم بعبروا فيه عن حقدهم نهائيا،
فيش السجن مسكر على حدا. ما شعور الخوف انه هذا الحكم كتير كبير ويعني لا بالعكس كان شعور التحدي انه في هذاك اليوم انا كنت مصرة اني انا بدي اروح وانا مش مكسورة، ما بدي السجان يشوف بعيوني او يحس انه انا مروحة وانا زعلانة او متضايقة او مالي شيء، على العكس كان التحدي والإصرار اني انا بدي اروح. انا اول ما دخلت كنت موجودة في سجن الرملة، اول ما دخلت القسم قلت لهم افرحوا وزغرتوا يا صبايا، انا كنت اول اسيرة بتم الحكم عليها بالمؤبد. ما شاء الله عليك يعني قوية قوية. حكيت لهم افرحوا يا صبايا هاد مجرد حكم احنا اكيد مروحين، فانا ما كنتش بدي اياهم يشوفوا، مع اني كنت كتير متضايقه على منظر والدتي، كتير كانت متاثره يعني. انت شعرتي بالحزن انه على اسرتك اللي انت راح تفتقديهم، هم نفس الاشي خايفين انه كيف صبية اسيره فلسطينيه حتكون حتجرب كل ويلات الاسر، هاي المعاناه رح تكون اكثر شيء طبيعي، وبالذات الام. يعني احنا يعني انا زي ما بحكي دائما الام الفلسطينيه هي مناضله حتى لو ما انأسرت، هي ام شهيد وام جريح وهي الاسيره، هي المناضله اللي صبرت وثبتت على هاي الارض، فهي دائما تعودت انها تناضل. وانا يعني الغصه اللي جواتي كانت بس تجاه والدتي، لو حكينا عن يعني الوالده الله يحفظها اليك ويطول في عمرها، وان شاء الله بنجمع الشمل ما بينكم وتيجي تزوريها في أرضك وعند أهلك في الضفة الغربية، خص بالذكر طول كرم بلدك إن شاء الله تكوني موجودة فيها. لكن لو حكينا أنه بما أنه الحديث الأمهات الفلسطينيات في يوم الأم، أمك كتير يعني صبرت وكانت خايفة عليك أنه أنت في الأسر في الزيارة، كيف كان شعورك وهي تجيك الأم؟ كيف وجدتي هذا الشعور؟ يعني هو بالعادي المفروض هي اللي تقويني بس انت كنت تكسري عليه. صحيح. والدتي عاطفية زيادة عن اللزوم، ويمكن بلتمثل هالعذر لانه انا بنتها الوحيدة، انا ما عندي والدتي ما عندها غير انا وكمان اخ يعني. كمان هذا السبب انه كمان فهي عاطفتها زيادة يعني، هي عاطفتها كأم وزيادة عن الأمهات كمان. فلما كانت تيجي على الزيارة يعني أنا كنت أحكي لها إن شاء الله رح نروح يا ماما، والله ما السجن رح يسكر على حدا دائما. إرادتك يعني قوية، في عندك ابتسامة دائما مشرقة على وجهك، لكن هي كانت العكس. هي كانت دائما تبكي في الزيارة، كل الزيارة يعني تقضيها بكى إنه إمتى يا أمي إمتى، أنا تعبت وأنا أستنى، رح يجي اليوم اللي أشوفك فيه، رح يجي اليوم اللي أضمك فيه. شو أكثر حاجة الأم تشعر فيها؟ أكتر إشي الأم بتبرزه من خلال ما تشوف سواء يعني كأنتي أو نجلها أو أسير، كيف وجدتي هذا الإشي؟ الحنان. الأمهات يعني يمكن الأب حنون والأب صحيح. معطاء، بس اللي بيميز الأم حنانها، اللي بتحسيه في عيونها، بتحسيه بلمسة إيديها، بتحسيه لما بتحطي راسك على صدرها بتحس انك نسيت الدنيا، حتى لو كل هموم الدنيا موجودة عليك بتحس انه انت مجرد، حتى انا يعني بكون متضايقة معصبة، مجرد اني انا برفع التلفون بحكي مع والدتي بحس اني انا خلص بطلت متضايقة، ترتاحي برتاح. صحيح اكيد يعني هي بتزيل كل همومنا، حتى بتشاركنا كمان في الحزن وحتى صحيح. في الفرح كمان. لكن لو حكينا انه بجانبك الاسيرات اللي كانوا معاكي في السجن، كيف كان نفس الاشي امهاتهم، هم في منهم امهات يعني كاسيرات، كيف كانوا يقضوا هذا الاشي؟ والله كان كتير صعب على الاسيرات الامهات. خلينا بداية نحكي يعني في الاسر كانت هناك الاسيرة قاهرة السعدي، كانت ام لست او سبع اطفال يعني، كانت تركتهم وراها وكانت كتير متأثرة بالها، مشغول في ابنائها انه شو بيعملوا، يا ترى اكلوا ما اكلوش، كيف بيقضوا وقتهم. كمان كانت معانا يعني اسيرات امهات، بذكر ايرينا سراحني كانت معنا، كمان امهات سنى الراعي، كثير امهات كانوا هذا الشعور يعني كثير كان يمر عليهم يوم الام، كثير كان يكون صعب. مع انه احنا كنا نحاول يعني انه الصبح كل عام وانت بخير، صح احنا يعني قدنا قدهم يعني تبرزوا لمسه هيك من بشارك، بس انه انت الام الفلسطينيه ان شاء الله رح يجي يوم وتحتضني اولادك ونحاول يعني نواسيهم. لكن انه اكثر موقف هاي الفتره، في الفتره اللي انت انسجنتي فيها، الفتره اللي قضيتي فيها مع اسيرات كثير اصغر منك واكبر منك كمان في هذا الوقت، اكثر موقف لحتى الان
في الذاكرة ما بينتسى. يعني أنا بذكر أنه أنا كنت مسؤولة بنات الجبهة الشعبية في السجن، وكان عندي الأسيرات القاصرات إحنا من نطلق عليهم اسم زهرات. فالزهرات اللي كانوا موجودات عندي، أنا بذكر أنه في أول عيد أم كانوا موجودات فيه، فهم هيك عملوا زي مطرزة منهم كليتهم وجابوا لي إياها هدية على أساس أنه أنا أمهم. كان كتير شعور حلو، مع أني أنا كنت يعني لسه كمان مش كبيرة، بس أنه كان كتير شعور حلو أنه أنت في مقام أمنا وجابوا لي هاي الهدية، فكانت كتير مؤثرة لليوم. أنا ممكن في هذا الوقت فيها شعرت يعني انغمرتك هيك سعادة كبيرة كمان. حتى صحيح أنا ما كنت أم، بس سبحان الله الأمومة غريزة أكيد. فلما أهدوني هاي أنا ما بعرف الإحساس اللي حسيت فيه، حسيت كأني عن جد أنا أم هدول البنات. لكن قبل ما تشعر إنك كأم بعد إنه تم تحررك وإبعادك لغزة، يعني إنشاء أسرة ولديك طفلين، كيف مرت هاي الأمور وأهلك في الضفة الغربية؟ يعني هو دائما فلسطيني لازم يدفع الثمن. صعب كتير علي انه انا عم ببدا حياه جديده وانا بعيده عن اهلي. هذا الاشي عقد ما حياتي بتكون سعيده بس بترك لي غصه. يعني في ممكن اوقات تحتاجي لوجود الام في اي وقت، يعني في اوقات كثيره. يعني اصعب شغله يعني انا بتذكر في ولاده الطفل الاول، أكيد في يوم لما انا رحت اولده كان كتير صعب علي انه انا رايحة وحتى ما فيش حدا ماسك ايدي. أكيد. يعني معروف انه الصبية حتى في يعني هي ام بدها امها تكون جنبها. صحيح. كانت كتير صعب علي بس الحمد لله، يعني حتى انا ما قلت لهاش انه انا رايحة اولد هذاك اليوم لاني خفت انها تتضايق، خفت انها تقلق انه صحيح تتعب. بس سبحان الله زي ما انت حكيتي والدتي كانت تتصل تحكي، انا حاسه انه دعاء يعني كانها قربت، كانه ما لها شيء. شعور الام اكيد وهم يطمنوا فيها. طب ليش ما حكت معي؟ ليش ما يحكوا لها؟ ما في شيء، بس هي انشغلت شويه. فشعور الام سبحان الله يعني هذا شيء من ربنا بيراودك في كل مكان، ربنا يخلي لك اياها وان شاء الله تلتقي فيها عن قريب. يعني قد ما نقول عن الأم مش هنقدر يعني نوصف هذا الإحساس الكبير إلها. مشاهدينا الكرام لفاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. عقلي بعبو يوم أسرى من اتبال حلو في السجن أسرى عاهد كل بيت وكل أسرة ما ننسى أولادنا خلف الأبواب. يا باي يا أسرة ويا معتقلين ما بيتعمر موطننا، ما بيكمل حلم فلسطين إلا برجعتكم إلا. يا أسرة ويا معتقلين ما بيتعمر موطننا، ما بيكمل حلم فلسطين وتتكسر الديود وتزول الكتبان لما العدل يسود ويغور السجان. تتكسر الديود وتزول الكتبان لما العدل يسود ويغور السجان. يا أسرى ويا معتقلين، يا أسرى ويا معتقلين ما بيكمل حلم فلسطين إلا برجعتكم إلا. يا أسرى ويا معتقلين عمر موطننا كم يقبل حلم فلسطين إلا برجعتكم إلا. يا أسرى ويا معتقلين كم يتعمر موطننا كم
تقبل حلم فلسطين إلا برج عدكم إلا. وسيأتي اليوم الذي تمسح به الأحزان إن شاء الله. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج أناديكم، بالعودة أيضا إلى ضيفتي الكريمة الأسيرة المحررة دعاء. طبعا دعاء، في هذه الأيام التي نعيشها ونحن على أقدام يوم الأسير الفلسطيني، يوم كل الأسرى والأسيرات الفلسطينية، نتمنى أن يكون هذا اليوم يوم الحرية. كنت في هذا اليوم في الأسر تشعري بأنه ممكن اليوم نطلع ممكن بكرة؟ كان هناك تساؤلات، كان هناك أحلام والأمل موجود، كيف كان يمر هاي المناسبة؟ يعني أول شيء أنا بحكي للينا الجربوني اللي بقي شهور بتفصلنا عن حريتها. صحيح. بحكي لها الحمد لله هانت، والسجن دايما ما بسكر على حدا، وإن شاء الله قريبا رح تكوني بين أحضان والدتك. صحيح يعني كانت الفترة طويلة، وكانت هناك كتير أيام يعني مرت وإحنا كنا بحاجة أهلينا بقربنا. أكيد. بس الحمد لله زي ما أنت حكيتي يعني الأمل دايما كان موجود، عشان هيك أنا ما بحكي إنه كنا ننتظر، على العكس إحنا كنا نمارس حياتنا طبيعية للغاية، كنا نبدأ يومنا من الصباح وننهي بالمساء يعني عندما نقول فراشنا، يعني يوم طبيعي مليء بالحياة اللي احنا كنا راسمينها لنفسنا، مليء بالقراءة، احيانا نطرز يعني ممكن بعض الأسئلة استطعت انها تكمل دراستها، البعض ممكن انشغل في جانب تعليمي. صحيح، انا درست فصلين في الجامعة العبرية وحرموني اني انا اكمل بسبب مشاكل صارت في داخل الاسر مع ادارة الاسر فاوقفوا لي التعليم، بس انه احنا كنا يعني نعيش حياة لانه احنا مصرين ومصممين انه احنا بدنا نكمل حياتنا، ما بدنا حياتنا توقف في هذا الأسر. الأسر كان بداية ولم يكن النهاية. يعني جميل أنه الإنسان يتحدى السجن من القهر ومن المعاناة، أنه تولد، أنه يولد الإبداع، أنه البعض زي ما حكيت أنه استكمل دراسته وكملت تعليمها، ممكن البعض التهب في شغلات أدب السجون في شعر، في ممكن تحكي لنا عن هاي الأدبيات اللي ممكن استطاعت بها الحركة الأسيرة أنها تنجز؟ صحيح، إذا تحدثت عنا كأسيرات يعني كتير من الأسيرات شاركوا بمسابقات وكتبوا يمكن أعمال يمكن ما كتبوا مثل الأسرة، إنه كان عند الأسرة الإبداع أكثر. صحيح. من الأسيرات، بس مش لقصور بجانب الأسيرات، بس للأسف أنا دايما كنت بحكي إنه الأسيرات كانت بتتلقى اهتمام أقل من الأسرة، ممكن يعني إنه العدد أقل أو العدد أقل، وأنا دائما بتهم المجتمع بالذكور يعني فعشان هيك حتى في جانب الأسرة والأسيرات فكانوا يهتموا يمكن شوي أكثر. لكن اليوم ربما نظرة المجتمع تغيرت، يعني الأسيرة بجانب الرجل في الميدان في النضال الفلسطيني، يعني دوما نقول تحيا المرأة الفلسطينية والأسيرة. لو يعني في هذه المناسبة لو استغلناها دعاء وقدمت لنا رسالة. أكيد ببرك تحيتي بداية مرة تانية لوالدتي ولجميع الأمهات الفلسطينيات، للفلسطينيات المناضلات، الفلسطينيات الأسيرات اللي في داخل السجون، لجميع الأمهات الصابرات اللي بيستنونهم يحتضنوا أبنائهم، لأمهات الأسرة، لأمهات الشهداء، لأمهات الجرحى، للأم الفلسطينية في كل مكان، وللأم العربية، ولجميع الأمهات أكيد بحكي لهم كل عام وهم بخير، وبتمنى إنه ما في أم تنحرم من أبنائها. إن شاء الله هذا ما نتمنى، يعني دعاء دوما نقول إن شاء الله تكون الأم بجانب أبنائها في الأسرة في هذا جو الحنان والأسرة تكتمل. كل عام وأنت بخير من جديد، وكل الشكر والتقدير لك يا الأسيرة المحررة دعاء الجيوسي. إن شاء الله في اللقاء القادم كوني بجانب أهلك إن شاء الله. الله يخليك. كل عام وأنت بخير، شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، من الجميل أن نعيش لحظات الفرح مع أمهات الأسرى، مع عوائل الأسرى في تحرر أبنائهم. بالأمس كان تحرر الأسير محمد البسيوني الذي قضى 7 سنوات في الأسر بعيد عن أهله وزوجته وأبنائه أيضا. هذه اللحظات السعيدة أيضا شعرنا بها. إلى هذه الفقرة ونقول لكم شكرا لكم. بعد 7 سنوات من الظلم والقهر في سجون الاحتلال، اليوم محمد البسيوني من شمال قطاع غزة يتنفس عبق الحرية. اليوم فجر ميلاد جديد وحياة جديدة سيقضيها محمد مع عائلته وزوجته وأبنائه. مبارك لمحمد الحرية، والحرية لكافة الأسرى الأبطال. مشاهدينا الكرام، سنعيش أجواء الفرح والسعادة والحرية في استقبال الأسير المحرر محمد البسيوني. ابقوا معنا. طلعنا وقهرنا السجان. طلعنا وقهرنا السجان، والنار بتضوي بالعدل يا اخوان الحري. نعم والنار بتضوي بالعدل يا اخوان الحري. نعم حكم المؤبد مزعنا وطلعنا وقهرنا السجان. محمد البسيوني ام الاسير، الحمد لله على سلامة ابنك، وعارفين ومقدرين هاي المشاعر. مبارك ربنا يا رب يشوفوا لهم يوم زي هاليوم يا رب. كل امهات الاسرى وامهات الاسيرات يا رب يشوفوا لهم يوم زي هاليوم. امهات المغتربين يا رب اللي حن فرحه لا توصف فرحتي والله. يا رب تعي مع كل امهات الاسرى واهالي الاسرى يا رب، يفرح زي ما فرحت اليوم. ام محمد اكيد هاي الفرحه لا توصف، يعني من خلال ما شفناه فيكي فرحه لا توصف والله. الحمد لله رب العالمين. عقبال عند الجميع يما يا رب، عقبال عند كل امهات الاسرى يا رب، يشوف لهم يوم زي هاليوم يا رب. والدي الاسير البطل محمد البسيوني ابو منذر، مبارك حريه محمد يا عم ابو منذر، ايش بتقول؟ الله يبارك فيكي. انا بقول والله اليوم يعني يوم فرحه، والحمد لله يعني احنا فرحنا بطلعه محمد وانبسطنا، وبنتمنى من الله انه باقي الاسرى جميعا نتمنى لهم الفرج القريب ان شاء الله. ان شاء الله. كيف شعرت بهذا الشعور وبهي الموقف؟ يعني بصراحه احنا شفنا الفرحه بعينيكم وكمان احنا عشناها. والله الحمد لله، يعني هذا اليوم اللي بيستناه والد الاسير واهل الاسير، يعني كان يوم يعني مميز يعني من دون الايام كلها، والحمد لله يعني طلع بسلامة وبخير. ونتمنى الإفراج العاجل إن شاء الله عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال. إن شاء الله يا ربي كله. شكرا لك عم أبو منذر، وربنا يفرحك عليه. شكرا لك عم أبو منذر، شكرا. مشاهدينا الكرام، في أجواء هذه الفرحة التي عشناها في استقبال الأسير المحرر محمد البسيوني، معنا أخت الأسير طبعا في هذا اليوم، وأكيد كلكم سعيدين في وجود أخوك. وشو حابة تقولي له رسالة؟ طبعا هاي يعني الشعور لا يوصف، إني أنا أوصل كيف شعوري لأخويا. دائما بنوصل له الشعور عن طريق إنه الكلام، بس المرة هاي أكيد الشعور حيكون شيء مختلف خالص، إنه حيكون بيناتنا. وإن شاء الله يا رب الحرية كل أسرانا وكل أسيراتنا يعني يخرجوا من سجون العدو الصهيوني بأحسن حال وبأحسن صورة إن شاء الله. وهذا ما نتمنى. شو التحضيرات اللي أنتم حابينها مستقبلين؟ إيش مجهزين؟ طبعا هو كان من الأول يعني حابب أنه يرجع الذكريات القديمة من ناحية المأكولات والمشروبات، وحتى كمان أنه الحياة اللي أنه كيف أنه يقعد معنا يسهر معنا بالليل. حكى أنه كل هذا طلبه بكله مرة واحدة، فنحن حكينا له يعني شوية شوية. فهو أكثر شيء أثر انه هو مشتاق للقعده معنا، وانه يحكي معنا ونحكي قصص زمان ونرجع يعني لذكريات زمان. اكيد طبعا هاي التفاصيل كلها يعيشها من جديد. شكرا لك، وان شاء الله تعيشوا هاي الاجواء كلها والحريه له. مبارك لكم كلكم طبعا. شكرا لك. يا يما صوتك سمعنا يوم ناديتينا طلعنا، يا يما صوتك سمعنا يوم ناديتينا طلعنا، ضمينا يا يما رجعنا وما نسينا الاوطان. طلعنا وقهرنا السجان والنار بتضوي بالعدل. طبعا اكيد انت حضرتك
من العائلة شو حابة تقول؟ بنت عمتي الحمد لله على سلامته عقبال عقول الأسرة، بتمنى لكل الأسرة في سجون الاحتلال يروحوا كلهم بالسلامة، والحمد لله على سلامته يروح يا رب كل الأسرة. الحمد لله على سلامته، ألف مبارك. طبعا خالتي أنت أكيد فرحانة وحابة تشاركي هذه الفرحة مع العالم، مين بتكوني له؟ أنا بكون خالته أم سامح، بتمنى له ولجميع الأسرة التحرير العاجل، هو روح والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله عقبال طبيين سجون الاحتلال كلهم يا رب العالمين، وتحرير فلسطين حرة عربية زينا زي باقي العالم كله زي العرب أجمعين، وإن شاء الله الفرحة كاملة تعم كل بيوت الأسرة يا رب العالمين يا رب. شو حابة تقولي خالته؟ أنا خالته أخت أمه، أنا بتمنى لجميع الأسرة زي ما روح محمد يروحوا بأمان وسلام، وتعم الفرحة على كل أمهات الأسرة والجرحى وكل العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو حابة تقولي لأم محمد أمه للأسير وحابة تشاركيها بهالفرحة؟ منذر بحب أقول لها الحمد لله على السلامة، وصبرت كثير والحمد لله ربنا عوض صبرك خير، وإن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان إن شاء الله، وربنا يفك الأسر كله، وإن شاء الله بصفقة ثانية بإذن الله كل الأسر تطلع ونبيض السجون بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك خاتو عمتي الأسير أم سفيان. حبيباتي حبيباتي والله حبيباتي أكبركم على أسرانا وأسيراتنا يا رب يا رب يا رب، ورنا فرحة يا رب دائما على أسرانا وأسيراتنا يا رب، وعلى أهليهم يا رب، وعلى أماتهم يا رب، وعلى زوجاتهم يا رب يا رب، اليوم اللي فرحت فيه كل أسرانا وأسيراتنا يفرحوا يا رب. خليلي من الأسير طبعا، أنت في هاي اللحظة بتحب يكون ابنك نفس الشعور لأم محمد البسيوني، إيش حابة تقولي لها؟ وأنا بقول لها هنيتي والحمد لله الحمد لله في كل لحظه في كل حين يا رب. انا والله عارفه انا عشان ابنها امبارح صمت وقمت الليل وانا بقول يا رب سهلها عليه في الطلعه، وانا في المعبر كمان سجدت واقول يا رب سهلها عليه في كل لحظه في كل حين، بدعي لاسرانا احنا قلوبنا معلقه معاهم يا رب. الحمد لله لله طلع لها ابنها وفرحت عليه. ما شاء الله عليكي، ربنا يقويكي ويصبرك وان شاء الله تكون مسهله في خروج ابني. الحمد لله يا رب، ان شاء الله يا رب ابني وكل الاسره ما يضل اسير في السجن ولا اسيره، والله ما بننسى اسيراتنا المجيدات ولا بننسى اسرانا، قلوبنا معلقه معاهم يا رب. ان شاء الله خالتم خلي ربنا يفرج عن ابنك وعلى كل الاسره. شكرا لك، شكرا لك. يا ناس صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. إياي لما تليني الحجارة، إياي يا هذا الأسير محمد، إياي يا عقبال عقول أسرانا. كمان وحدي يا أم محمد. إيه يا ما يمسيك في الخير يلي جاي هالساعة. إيه واسمك أبو صهيب يما وفي دخات من الطاعة. إيه يا بحياة نجوم السما يما في الليل لماعة. اي ولا دقيقة يما ولا ساعة يما في يا مرحبا يا مرحبا. اي والقلب يما يا ابو صهيب يقول لك من جوا مرحبا. اي يا لما نجوم غابن يما والقمر لفا. اي وانت عز الحباب يما ما في عز منك حدا. والله بصدق بصدق احكيها، يعني ما في اجمل ولا اسمى ولا احلى من ان يصبح الانسان حرا طليقا يطلع الى الى الى, إلى, إلى يعني إلى, الى الى ان تشرق عليه الشمس، شمس الحريه، لان الحريه لا تقدر بثمن. ولكن بصدق وامانه هناك اخوه لي ما يزالون يقبعون خلف قضبان هذا السجن والسجان، ظلم السجن والسجان داخل سجون الاحتلال، وما يزالوا ينتظرون الأمل بالفرج القريب إن شاء الله رب العالمين. أتمنى من الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن الله يفرج كربهم ويفك أسرهم. يا جبل علي فارس الزين لا يهدك، يا يجعل عدوك فراش الزين على قدك، يا والفرج من عند الله ما هو من عند عبدك.